جديد مشاهدينا الكرام الى بلاتو سويعه، كان اكيد المرح موجود في الاوف بين فريد ومختار. ماهر ما تكلمتش، نخلي لك النقطه هذه باش نسكروا موضوع الناخب الوطني، نمشيو للمواضيع اخرى. نرجع للتكريم تاع منظر، معناها هذه لفته باهيه من جماهير بنزرت، معناها انهم يكرموا ولد بلادهم على المجهود اللي قام به، معناها في طيله اشرافه على المنتخب التونسي. انت تشوف معناها رياض، معناها اذا كان احنا في اعلى هرم معناها الناخب التونسي كيفاش يقع التعامل معاه، فما بالك بالبطوله نتاعنا وبالليزونترنير الاخرين. انا فما تقليل من قيمه المدرب التونسي بصفه كبيره برشا، وهذا ما ينجم يضر كان الكره التونسيه. تقريبا توا نشوفوا اغلبيه المدربين هاربين معناها من البطوله التونسيه على الاشياء هذه، انك تجيب اونترونور بالعز من الاول وكذا وتعطيه تحلو في جنة ذراع، ومن بعد بتليفون باس ام اس ولا بميساج بلاغ يقع اقاله المدرب هذا. معناها تقليل من قيمه المدرب بصفه كبيره برشا بارابور معناها البطولات الاخرى، كيفاش يتعاملوا مع المدربين نتاعهم، كيفاش يقع تكريمهم. من المفروض منظر الكبير عطى قدم اللي نجم يقدمه للمنتخب التونسي، ما فيها باس يقع استدعائه، حفل تكريم ليه معناها بالشيء على الاقل اللي يقدمه للمنتخب التونسي. معناها هذا سي لامواندر دي شوز اللي تنجم تقدمها الانسان، خليك من سيفته هو كمدرب، واجب واجب كسيفته كانسان. معناها السيد هذا شنو قدم المنتخب، اعطى اللي نجم يعطيه، نجح ما نجحش هذاك من بعد تقييم امور اخرى. هذاك الظرف اللي عاش هذاك في الكاميرون مات عنده قريبه نسيبه يظهر لي مات. اقل شيء اقل شيء انه يقع تكريمه معناها بصفه تكون في قيمه ناخب وطني اللي يكون معناها اعطاه للمنتخب التونسي مهما تكون النتيجه اللي قدم. احنا 2022 كان 2023 مازلت لها نهارين، ومازال عام كان 2023 في كوتيفوار. فما ندوه صحفيه اليوم ما تمتش هي لتسليم مقاليد تنظيم الى دوله الكوتيفوار 2023، احضرها هيثم الراجدي واعد هذا التقرير. Alors, très simplement, il y a eu un meeting entre les autorités ivoiriennes et camerounaises qui a tiré en longueur et qui se déroule encore, qui devait durer une heure de temps. Mais vu le nombre de sujets à évoquer, ils ont dû, pour évacuer tout cela avant la fin de la compétition, rester là-bas pour ces échanges-là. C'est juste ça. On vous reviendra très vite pour la suite, vous présenter l'organisation qui sera mise en place pour la CAN prochaine en Côte d'Ivoire. يعني الحقيقه ما فيش بدايه افضل من كده لبطوله كاس امم افريقيا كوتيفوار 2023. بالبطوله اللي بنستلم فيها البطوله من الكاميرون تم الغاء المؤتمر، يعني ما فيش افضل من كده. اعتقد ان البطوله يعني مبشراتها سيئه جدا في البدايه، ان هي تتلغي اول مؤتمر في البطوله بشكل عام، وعدم احترام الصحفيين كل اللي جم، لان رئيس اللجنه المنظمه ل 2023 في اجتماع مع رئيس اللجنه المنظمه للكاميرون 2021، اعتقد ان دي حاجه مش مقبوله خالص، ويمكن كتير هتقابل بقى بعد كده الاخفاقات اللي كانت فيها الكاميرون قبل تنظيم البطوله من تاجيل وتاجيل ومرارا وتكرارا، وفي الاخر صعوبات لاقامتها في شهر يناير او شهر يونيو. فاعتقد ان دي بدايه مبشره على كل اللي هنشوفه في الفتره اللي جايه في كوتيفوار 2023. Et que pensez-vous de cette annulation, quoi ? On était venu, hein, c'était dans l'esprit de poser des questions, de chercher à savoir si Abidjan est déjà prêt à nous recevoir. Mais malheureusement, voilà le comité d'organisation qui nous fait attendre et après qui vient dire que voilà, la conférence est reportée. Ça gêne un peu parce que du coup, on va rester sur notre soif, on reste avec tout ce qu'on a dans le cœur et dans le ventre. Et voilà, on ne sait pas si on aura cette réponse avant la finale, parce que nous, on va rentrer. On ça est démarre pas... bien déjà. Ça démarre. À quoi bah, on craint qu'il y ait des glissements déjà à travers ce qu'on a vécu aujourd'hui. إذن كان هذا صور ولا التقرير بمناسبة إلغاء الندوة للصحفية اللي كان يحضر فيها ممثلين على الحكومة الكاميرونية مع ممثلين على الحكومة الإيفوارية، مش تمرير المقاليد تسليم كأس أفريقيا 2022
الى كوت ديفوار 2023. كما سمعنا الصحفي حتى الايفواري يقول لك كوت ديفوار جاهزه على تم الاستعداد اللي كان 2023. بعد حتى في الاوف نشوفوا صور نتاع جاهزيه الكوت ديفوار. اكيد الايام تجري والوقت يجري واليوم 2022 غدا 2023 واحنا في تونس تاجيل استئناف نشاط البطوله مره اخرى الاسبوع القادم. كانت باش تتم نهايه هذا الاسبوع تاجيلها لا اعلم باسبوع او اسبوعين. وعندك الانديه التونسيه تلعب الكؤوس الافريقيه فريد. نرجعوا للفوضى البطوله التونسيه معناها ناجلوهم. تخيل انت شوف انت رؤساء الجمعيات يعرفوا الوضع صعيب. المفروض يكون مسؤول على الكوره مش مسؤول على المنتخب. هو رئيس الجامعه المفروض رئيس الجامعه يكلفوه المسؤولين ورؤساء الجمعيات يمشي لوزاره الشؤون الاجتماعيه يعملوا جدوله. ما يمكنش انت تجي تضغط على الدوله في الوقت هذا الا قاعدين نشوفوا فيه اللي هو الضغط ويطلع بيان في الفيدراسيون معناه انه يساند رئيس الجامعه يساند الجمعيات. هل هذا معقول؟ معناه تتخيل انت الجمعيات الوحيده ثلاثه جمعيات الشابه ترجي رياضي النادي الصفاقسي. معناه المفروض كرويين الربط ما بين مالين وكرويين يلعبوا مباراه عندهم الاسبوع القادم مباراه كاس افريقيا. معناه رؤساء الجمعيات الكل فاقوا عندهم 10 سنين اللي هم عندهم خطايا بال 10 مليارات 12 مليار معناه يضغطوا على الايام المفروض يخموا في الكوره شويه. وزيد الجامعه اللي هي مسؤوله على تكون هي الواسطه ما بينها وبين الوزاره ووزاره الشؤون الاجتماعيه هي اللي تمشي وهي اللي تتكلم وهي اللي تلقى الحلول. نلقاو معناها حتى الجامعه من بعد ما كمل كاس افريقيا وزاره الماليه زاد وزاره الماليه يعني. المفروض شكون اللي لاهي برؤساء الجمعيه شكون اللي فوتيو باش يرشحوه؟ هو رئيس الجامعه. هو رئيس الجامعه يمشي يتكلم معاهم وترجع البطوله. راهو بطولتنا من اضعف البطولات. راهو بطولتنا سبعه مباريات في سته اشهر. راهو ما عادش خرجوا حتى ملاعبين. هذا تدمير ممنهج لكرة القدم. شفنا العيفة كي نعطيه الحظ نتاع البطولة ونعمل البطولة متميزة وبطولة فيها نسق ومشاكل نحلوها ونلقاو السبونسور. تعرف نعطيك مثال كانوا يعطينا بينا مثال كنت في المغرب في الوداد 2010 رجعت 2021 كانوا يعطيو بينا مثال واثنين نعطي بهم المثال في النسق. رئيس الجامعة يتفاهم مع شركة نتاع التليفونات 24 مليار يفرقهم على الجمعيات. احنا عبالة الجامعة لا علاقة لها بكرة القدم. علاقة الوحيدة تربطها بالمنتخب وشنو الربح وشنو الخسارة. وربحت 3 مليون دولار وربحت 25 مليون دولار وكل شيء. ألقى حل مع الجمعيات والناس هذوم الموالين رؤساء الجمعيات نقول لهم فيقوا أرواحكم. الوضع متاع كرة القدم التونسية ومتاع البلاد يتطلب الناس كل باش تعطي مجهود من عندها وقت اللي تصح على الكونتراتوات بآلاف المليارات شكون يتحمل مسؤولية ذاك؟ ينجم وزير الدخل كونتراتوات اللاعبين كي يعملوا كونتراتوات تاع لاعبين مليارات ويزيدوهم انتدابات فاشله وهذاك الكل ما هو مشاكل والفيفا ومن بعد يجيو يقولوا في الوقت هذا يوقفون البطوله. الحاجه الوحيده اللي تفرح الناس المفروض يتفاهموا والموكل نتاعهم هو رئيس الجامعه يبحث عن حلول جديه لحالات الفرق هذوما. ما نقعدوش ناجلوا في البطولات وفي مضره لكره القدم. ومن بعد كاس افريقيا الجاي ما نلقاوش ولا لاعب محلي الا هرب مشى 19 واحد لمصر والانترونور هربوا والملاعب ما ثماش وكورتنا ما عادش يحكيونا ويقولونا احسن بطوله في تونس. راهي اخر بطوله في افريقيا. تفرجوا البطوله المصريه خرجت. اخدموا شويه الكره وابعدوا على السياسة. رانا محتاجين الكرة قدم ترجع للناس وترجع للناس اللي باش تقدم بها القدام. ما نقعدوش كل كاس افريقيا ولا كاس العالم نتغسروا احنا بالمشاكل هذه الكل. ماهر تأجيل موعد استئناف البطولة عنده تأثير على الأندية التونسية خاصة فما نوادي تحب تحضر أمورها معناتها اللي عندها مباريات افريقية واللي تحب تتبرمج مباريات ودية واللي عندها عقود نتاع لاعبين عرس. بالطبيعة نجم كان في مضرة البطولة التونسية التأخير هذا وفي مضرة حتى الفرق بطبيعتها معناها في نفس الوقت معناها إذا أنت ما تلعبش مش تخسر دي سبونسور نتاعك مش تخسر معناها المنح نتاعك مش تخسر برشا حاجات مش تخسر نسق نتاع اللاعبين نتاعك. تو عندك أربع شهور تقريبا البطولة واقفة. إذا مش تزيد تأجل مرة أخرى وقتاش تبدا تلعب؟ تو أربع شهور أنت لاعب سابق مثلا كتصير هكا أربع شهور يخلصوهم معناتها اللاعبين؟ ما يخلصوهمش. أغلبية الفرق مقرف أغلبية الملاعبين مقرف. يعني مش خالص اللاعب أربع شهور؟ أكيد معناها منين باش تجيب له الفلوس؟ مش فلوس منين باش تجيب له الفلوس؟ كلها تو تشوف اغلبيه الفرق ما عندهمش ملاعب واللي باش يكمل مرحله المفهمة هو البلاي اوف واللي باش يسقط واللي باش يقعد يلعب على الترتيب الوسط هذاك معناتها باش يلقى روحه في بيطال. هذول من المارس زاد حقه مهضوم زاد حتى على مستوى التحضير نتاع الفرق المدرب المشاكل اللي مش يلقاها في تحضير الفرق نتاعو تو تقريبا شنو انت انا نبدا محضر معناها البريباراسيون نتاعي على اربع جمعات ولا على شهر ونص ولا على شهرين وتزيد من بعد تاجل بجمعه اخرى ولا بجمعتين ولا بثلاث جمعات معناها البروجرام الكل اللي حضره المدرب كله مش تحت في الماء. فهمتني؟ دونك
لخبطة كبيرة هذا من نجم يكون كان في مظاهرة البطولة التونسية، هي ضعيفة بطبيعتها، لا انفراستركتور لا فلوس لا ملاعبية ما ثم حد شيء. شكون مسؤول الكرة؟ شكون مسؤول مهرة الكرة؟ تنظيم الكرة وقوانينها وكذا صراحة يخص الفيدراسيون بطبيعة، لكن الإشكال هذايا شو الإشكال بتاع الفلوس هذايا والمنحة هذايا والسي إن إس إس هذا راهو من وقتاش؟ من 96 احنا عندنا نو ماتوريزم من 96 هي ما بدينا ما كملناش رجعنا وخرنا للتالي العقود الضخمة هذا الكل العقود الضخمة ماهر عقود كبيرة كي صح رئيس النادي على عقد تو أزمة مالية ويجبد 8 9 لاعبين يصحى معهم وثاني هاي شكون ينظم البطولة؟ الجامعة ما تقوليش الرابطة الجامعة تنظم البطولة تحط هيكلة تمشي تجيب سبونسور للجامعيات صباحنا الجامعة مش تلوج سبونسورات ايه للنوادي دورها دورها طب مش للنوادي البث التلفزي أكثر حاجة هو جيبها الجامعة للفرق 40% وين البث شوف في مش ما ثماش خاطر مسعاه وشو مش مشيو تعرف الباقي في المغرب ولا غيره تلقاها باسم شركة هواتف ولا كذا صحيح تلفزة هذاك المدخول هي تفرقوا على الأندية أخي الجامعة ما تنجمش تعمل هذا الجامعة لا هي كان بالمنتخب فريد شوف القوانين نتاع المدربين ثماش قانون نتاع المدربين ثماش قانون نتاع اللاعبين فريد شوف شنو ثم في تونس سوء المعضلة الكبيرة في الكرة التونسية هي أنك تخلي البطولة نتاعك معناها ولا القانون الأساسي نتاع البطولة ولا نتاع الفرق أوبجيكتيف نو لوكراتيف معناها ما فيهوش ربح نهار اللي تخرج معناها تولي فما معناها يتبدل القانون هذا يولي ربحي يولي الفرق تحت شركات ما يحبوش ماهر تعرف اللي بيحبوش لخاطر يولي يتحاسبوا لخاطر كيما كنجي نقول شركاتهم ناجحين ثماشي واحد يخلص اكثر من اللي يدخل في شركته اغلبيه ما شاء الله الرؤساء النوادي عندهم شركات شركات ناجحه علاش يتعاملوا مع الرياضه خاطر يعرفوا ما ثماش محاسبه لخاطر كان جا ثم محاسبه على الكونتراتوات هذوكم اللي يخليوا الجمعيات نتاعهم في 10 و20 مليار راهو يولي يعرف اللي هو باش يتحاسب غدوه اما كي يعرف كل شيء اماتير صح وتعدى شنو يصير يولي ما يهموش يخلي 20 مليار و30 مليار ما يهمهمش فوضى هذه شكون ينظمها ديما مش نبقاو بالفاسون هذه مش ديما شكون اللي ينظم القوانين شكون اللي يفرض القوانين ديما فريد ديما بالفاسون هذه مش نبقاو ديما تحت جناح الولايه منحه الولايه ومنحه البلديه ومنحه الوزاره ومنحه الواحد وهذا راه ما يكفيش المصاريف نتاع الفرق وشكون اللي يعمل هذا الكل شكون اللي يفكر في كره القدم ما هو المكتب الجامعي المسؤول على كره القدم هو اللي يفكر ويفرض راهو في المغرب مدرب ما عندوش حق يدرب الا مره واحده وما تنجم تصح مع لاعب الا ما تبدا خالص في الملاعب نظام شكون يحط القوانين ذو لجنه تنقيحيه ويحط هذا الدور الاساسي نتاع المكتب الجامعي في تطوير الكره المكتب الجامعي ما يهموش كره القدم وما يهموش يوقفوا ما يوقفوش يهمه مباراه مالي 25 مليار ونطلعوا احنا نقولوا ربحنا 50 16 مليار 17 مليار وهكذا دواليك والكره ماشيه وخرت ما نشوفوا ملاعبيه في تونس رياض ملاعبيه ماش خارجين من تونس الناس كل هربت يا ولدي لازمهم يخدموا كره القدم ما يخدموش سياسه يخدم روحهم مش مشكله شوي يخدم كره القدم باش نهار يخطف شي قدام السيد هذاك بالباساج نتاعو تعادى رؤوف النجار عمل بدايه اللاهوايه وعمل النتائج حموده بن عمار و2004 التاريخ من بعد تقعد 20 30 سنه يحفظ الا الانجازات هنا من طول الانجازات نحكيوا عليهم مع 78 المكتب الجامعي راهم يخدموا الكره راهو المناصب زايله وتونس راهي ما يقعد فيها حد الا ما خدمش فيها هذا دعوه للناس اللي مسؤول على كره القدم وفيهم القرار مختار قبل ما انا بنشوف النجم الشاطر راي الاولاد لكن زاد في نفس الوقت راهي جمعيه الكل قاعده مقرفه مش قاعده ترينا يعني سيفري انا كي نمشي مع فريد علاش القرار هذا ما كانش وقت انت في فتره الراحه قبل جمعتين ولا ثلاثه تو بريبار انت تعرف انه عملنا بروسيماتيف وقت باش نرجعوا لسي فيفري لو 12 فيفري كنت تنجم تعملوا شيء هذا هذه لي العصا عندي انا بالنسبه لي انا تعرف الدوله فالسه ما فيهاش فلوس ولا وزاره الرياضه قالت لك انا عندي فلوس اما هي تحاسبني انت على خاطر عملت لك جد ولا السنه الفارطه انت ما مشيتش فيها فما خطايا الفيفا لبرشا جمعيات انا نحكي على ديمومه كره القدم مش نحكي على خاطر المنحه اليوم تنجم تاخوها وتوفى من غدوه مش هذايا والاشكال نشوف انها امور سياسيه اكثر منها تصعيديه اكثر منها امور رياضيه على خاطر كان باش نحكيو على كل شيء ماهوش ماشي راه في الفرق الكل راه مش يعني بدا من جمعيه السيابي يقولوا نحن الجريف ورا الجريف وجمعيه مش خالصه وجوارات مش خالصه وسيتوتا في نورمال من بيجا للاطوال للسياسات انا نقول هنا
يتعدى هالفترة هذه ونرجعوا، حتى هو الموعد اللاحق ما نعرفوش وقتاش، ودوماج بالنسبة للزيكيب نتاعنا اللي يلعبوا في الشامبيونز ليج ما عندهم حتى ماتش في ساقيهم باش يلعبوا، فهمتني؟ إن شاء الله تتصلح الوضعية في أقرب وقت. يعطيك الصحة مختار ترابلسي على تحليلك الفني، ماهر زديري يعطيك الصحة على حضورك، فريد شوشين يعطيك الصحة على حضورك. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم ببرنامج سويعة، كان الموعد غدوة في ليلة مباراة النهائي بين السنغال ومصر مع الزميل خالد شوشان، انطلاقا من الساعة 9:15. تصبحون على خير.